لنقاش صمت الرسمي والإعلامي عن التظاهرات التي يشهدها جنوب العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب السياسي مازن التميمي. أهلا بكم أستاذ مازن. أهلا وسهلا، حياك الله. الله يحييك أستاذ مازن. مع اتساع رقعة التظاهرات واستمرار العنف ضد المتظاهرين، هل من رؤية واضحة بإمكان حكومة العبادي التعامل من خلالها مع هذه التظاهرات غير العنف والقتل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللقناة وللمشاهدين. لا أعتقد أنه هناك يعني غير لغة القتل والاضطهاد من قبل حكومة المالكي أو العبادي العفو أو من قبل القيادات الحشد الشعبي التي تمارس هذه الممارسات البشعة تجاه شعبنا الأعزل الذي طلع بمتظاهرات سلمية وكانت كل العالم تتفرج على ما يجري، لكن يبدو أنه تعود العراق على من قبل سلطات الاحتلال وحكومات الاحتلال على أنها تتعامل مع شعبها على أنه عدو، وبالتالي تريد أن تنتقم من هذا الشعب. ولو كان بإمكانية هذه الحكومة حكومات الاحتلال والعبادي لديها القدرة على أن تمنع الهواء من العراقيين لما تركت، لأن هدفها هو أن تدمر العراق أرضا وشعبا. وبالتالي هذه الممارسات الوحشية ليس وليدة اليوم، وإنما هذه امتداد لما جرى في الأنبار والفلوجة وفي صلاح الدين وفي الحويجة، كلنا يتذكر جرائم الحويجة والفلوجة وغيرها، وبالتالي وأيضا جرائم التي ارتكبت في أول تظاهرة سلمية عندما انطلقت في عام 2011 في شباط في ساحة التحرير وأمام مرأة العالم، قتل أكثر من 28 إنسان بريء بدم بارد. فأنا أعتقد سياسة العنف والقتل هي سياسة ممنهجة وبتوجيه مركزي من قبل إيران، لأنه يعتقدون أنه من خلال هذه القوة المفرطة يستطيعون أن يجعلوا الناس صامتين ولا يحركون أي ساكن. وأنا أعتقد هذه هي قمة الانحدار والإفلاس السياسي لهذه الحكومة، عندما لا تستطيع أن تتعامل مع شعبها ولو بالقيمات، لا تعتبر هذا شعبها، بالتالي فتعتقد أنه لغة البارود أو البندقية أو الرصاص قادرة على أن تكمم الأفواه. نعم. وقادرة على أستاذ أن تمنع الناس من التظاهر. نعم. في ظل استخدام القوات الحكومية لهذا العنف مع المتظاهرين وسقوط عدد من القتلى والجرحى منهم، كيف تقرأ صمت نواب البرلمان المنتهي ولايته على قمع المتظاهرين السلميين؟ اولا هم البرلمان او الحكومه او كل المؤسسات المرتبطه بالعمليه السياسيه ضمن هذه المنظومه هم كلهم شركاء بارتكاب الجريمه، كل من شارك بالعمليه السياسيه البرلمان والحكومه هم جزء من ما يجري من دمار في العراق ومشاركين جميعا بهذه الجريمه. وهؤلاء الذين في البرلمان سواء كان من هذا اللون او ذاك اللون كلهم عملاء للاجنبي، يرتبطون بالاجنبي وليس هناك قرار وطني متحرر بقدر ما انه الاراده مسلوبه، وبالتالي هؤلاء هم معاد لا يمثلون الا انفسهم، وبدليل كثير من الجرائم ارتكبت بحق محافظاتهم الذين يدعون انهم يمثلوها وكانوا هم صامتين. بالتالي البرلمان هو يوفر الغطاء الشرعي والرسمي للميليشيات ولحكومات المنطقه الخضراء لان تقتل شعبها، وهذا الصمت ليس غريب من البرلمانيين وليس متوقع أن يكون غير الصمت، لأننا نعرف من هم البرلمانيين ومن يمثلون وبمن مرتبطين. هؤلاء جاءوا على الدبابة الأمريكية لكي ينفذوا ما مطلوب منهم، وقد بدأوا هذا منذ 15 سنة ولغاية الآن لم يقدموا شيئا للعراقيين، ليس لديهم انتماء للوطن، حاولوا أن يستقوا بالأجنبي ضد شعبهم، ولذلك تراهم جميعهم هربوا عوائلهم وربما هربوا حتى من له قرابة بهم خارج الحدود لكي يأمنوا عليهم، ولذلك لا نجد هناك أي غيرة لدى أي واحد. الغريب أنه مو بس فقط البرلمان أختي العزيزة، يعني حتى الضمير العالمي النظام العربي الرسمي أين منهم من هذه الثورة الشعبية التي الآن كل العالم يتفرج عليها؟ لم يحرك ساكن، لكن لاعب كرة قدم بكأس العالم إذا شوية يصاب الفضائيات تتناوله يوميا وتتحدث عنه ليل نهار، لكن شعب العراق يذبح أمام مرأى العالم والنظام العربي الرسمي ساكت ويتفرج، وبل عكس ربما يريد أن يلمع صورة المالكي أو العبادي أو حكومة الاحتلال. أشكرك جزيل الشكر الكاتب السياسي العراقي مازن التميمي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن.